وشهد له بالرسالة، ووصف أمته بأعظم الأوصاف، فقال جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة ونصحت الأمة وتركتها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنها من أعظم المنن من الله تبارك وتعالى أن بعث هذا النبي وهذا الرسول، اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه، واختار بلده ومكانه، واختار الأمين النازل إليه، واختار مكان النزول، واختار له القرآن، واصطفاه به، واختار له أصحابه، واختار أمته لتكون خير أمة أخرجت للناس. ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، شهر الذكريات المحمدية، وما كان الناس لينظروا إلى تاريخ مولده أو إلى مكان مولده إلا للعظمة التي وصل إليها باصطفاء الله تعالى له، فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله، ولم تكن أمه، لم يكون ليبحث عمن يحتفل عن مولده أو بمولده، فأركان الوجود كلها تحتفل بمولد الحبيب في ذلك اليوم. الشياطين ترجم، نار الفرس التي اشتعلت أكثر من 1000 عام تنطفئ وتخمد، وحيرة ساوى يغوص ماؤها وتغور في الأرض، إيوان كسرى يتصدع، قيس قيصر تطير الشرفات منه. وصف بعض ذلك أمير الشعراء بقوله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء، ذعرت عروش الظالمين
رسالة، مولد عدالة، مولد أمة، كان مولده استجابة لدعوة إبراهيم وبشارة عيسى، كان مولده مولد أمة سوف توصف أنها خير أمة أخرجت للناس. كان مولده يعني أن تتصل السماء بالأرض، أن يتنزل الوحي من السماء إلى ذلك الغار الذي يتعبد فيه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مولد النور والهداية يعني أن تتنزل الرحمة على العباد، لأن الله تعالى خاطبه في قرآنه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ممن؟ رحمة مهداة من الله للعباد، لمن يتبع هذا السبيل، لمن يسير في هذا المنهج، لمن يتبع خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن معنى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأمة انتقلت من حال كانت فيه تبعا للأمم من قبل إلى حال أصبحت فيه قائدة للأمم من بعد. بأي شيء؟ بما بعث الله تعالى فيها على يد ذلك الرسول من مهمات حددها من قبل الخليل إبراهيم: أن يتلو عليهم آياته، أن يزكيهم، أن يعلمهم الكتاب والحكمة. إن فعل ذلك بهم خرج بهم من ذلك الضلال المبين، خرج بهم من الظلمات إلى النور. ولكن إذا بقيت الأمة، إذا بقيت الأمة من غير ذلك المنهاج ومن غير ذلك الطريق، فإنها لا شك أنها سوف تظل في ذلك الضلال. اسمع وتأمل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا لم يؤت بهذه المهمات في هذه الأمة، إذا لم يؤت بهذه المهمات، إذا وضع الكتاب جانبا، إذا حورب الإسلام والمسلمون، إذا سفكت دماء المسلمين في شرق البلاد وغربها، إذا أحرقت أجساد المسلمين، أي حرمة بعد ذلك تبقى أو تتبقى للمسجد الأقصى أو لمسجد مكة أو لمسجد المدينة؟ إن الأمة تعود عندئذ إلى ذلك الضلال المبين. هذا المعنى الذي يبعثه فينا معنى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولده كان مولدا عاديا، مولدا عاديا، ولكن باصطفاء الله تبارك وتعالى، وأراده الله تبارك وتعالى أن يكون يتيما. ويحضرني في هذا الموقف لما ذهبت به أمه آمنة وله من العمر ثلاث سنين، اصطحبته مع حاضنته أم أيمن ليزور قبر والده الذي مات من قبل.
لسنا الأطفال، فرفض محمد لأنه يتيم الأب، لم تقبل به المرضعة. نظرت آمنة إلى صغيرها: يا بني، رفضتك المرضعة وأنت يتيم الأب، كيف تستقبلك مكة إذا عدت إليها يتيم الأبوين، يتيم الأم والأب؟ كيف تنظر إليك؟ صمتت قليلا، ثم طوقته بذراعيها، طوقت حبيبها طفلها بذراعيها بشدة وعنف، ثم أرسلته قائلة: يا محمد قل رجلا. فيا ليت شعري يا ابنة، أي رجل كان محمد؟ وأي رجل أصبح محمد؟ إنه خير الخلق إلى الله، وأحب الخلق إلى الله، ولم تفتح الجنة لأهلها إلا إذا فتحها محمد. يا محمد كن رجلا، وكان رجلا، وربى أمة الرجال التي صامت دولة الإسلام وأقامت دولة الإسلام في شرق البلاد وغربها، لأنها اتبعت السبيل الذي جاء به. أخرجهم من الظلمات إلى النور، تلا عليهم آياته، زكاهم، علمهم الكتاب والحكمة، خرجوا من ذلك الضلال المبين. ولكن هذه الأمة ابتعدت عن ذلك كله، فضاعت البلاد والعباد، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، ودنست المقدسات، والعالم ينظر إلى أمة يكاد أن يتودع منها. ولكن إن أمة الإسلام لم تمت ولن تموت، بل هي محفوظة، وحفظها من الله بحفظ كتابها الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله تعالى لها بأمان من الله تعالى أعطاه لرسوله: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قد تغفل الأمة، قد يصيبها الوهن، لكنها أبدا لم تموت. فهل يكون ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام في 12 من ربيع الأول، هل تكون هذه الذكرى باعثا لهذه الأمة من جديد أن يولد فيها رسول الله برسالته؟ أن يولد بشخصه فلا، أما أن يولد برسالته، وهي دعوة للأمة أن تتمسك بهذا النور وبهذا المنهاج الذي خرجت به من قبله من ذلك الضلال المبين، خرجت به من الظلمات إلى النور، لتنشر الإسلام في زمن بسيط ويسير جدا. فمن كان يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو وحيد في ذلك الغار، ومكة تعبث به وتسخر منه وتعذبه وتؤذيه، ومن آمن معه وتحاصره في شعب أبي طالب، من كان يظن أن محمد خلال ربع قرن من الزمان أن يفتح 3/4 العالم، وأن يبعث أمة، وأن ينشر عدالة ورسالة؟ إنه فضل الله، إنه وعد الله تبارك وتعالى. فالله سبق في قرآنه وأتى بذلك الوعد عندما قال: وعد الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين، ونرجو الله لي ما استغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد
خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الإيمان والإسلام، اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون رسولا للعالمين، بشيرا ونذيرا. رفع الله تعالى من ذكره وامتن عليه بذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله تعالى ولا يشهد له بشهادة التوحيد إلا اقترن ذلك بشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي غير الأذان. وجعل الله تعالى ذلك الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الله تعالى من ذكره، ورفع الله تعالى من قدره، وامتن عليه، ورفع قدر هذه الأمة بمنه عليها أن بعث فيها هذا النبي وهذا الرسول. وأمر الله تعالى الأمة باتباعه ومحبته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا تنظر الأمة إلى نبيها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ترفع يديها إلى السماء متضرعة أن يحشرها في زمرته، وأن ترد حوضه، وأن تشرب بيده مشربا رويا سائغا هنيا لا تظمأ بعدها أبدا. واعلموا أن الله تعالى قد صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفر والكافرين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة النصر، وأذق أعداءنا مرارة الهزيمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك بفضل القرآن العظيم وما فيه أن توفقنا للعمل بما فيه. اللهم نسألك بفضل القرآن العظيم وما فيه أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا أو سوءا فخذه أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اشف جرحانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وسلم استقيموا الصلاة الحمد لله استوى عدده وأثابني وإياكم الله رحم الله من سوى نفسه راس عدده ثم وصفه في الأول لا تلعوا فرجا في الشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك
زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة. استووا وثابتوا وإياكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.